ربما شاهدتم لعبة الحبار أو سمعتم عنه، المسلسل الكوري الجنوبي الذي أثار ضجة واسعة بعد عرضه على منصة نتفليكس. نتفليكس قالت إن المسلسل أصبح الأضخم في تاريخ المنصة، لكن اللافتة هو الإقبال المتزايد على تعلم اللغة الكورية. تطبيق ديولينجو الشهير يقول إن عدد المستخدمين الجدد الذين يتعلمون الكورية ارتفع 76% في بريطانيا و 40% في الولايات المتحدة بعد عرض المسلسل بأسبوعين. لكن ما سر هذا الهوس العالمي بالدراما الكورية؟ وكيف اجتاحت الثقافة الكورية العالم؟ السر في كلمة هاليو. في عام 1994 كانت كوريا الجنوبية دولة نامية تحفر عميقا في الاقتصاد ليعود بالنفع عليها في محيط مرتبك وجار متربص. في تلك الأثناء أشار تقرير حكومي إلى نقطة ذكية ستغير صورة كوريا إلى الأبد. قارن التقرير بين عائدات اقتصاد الترفيه والاقتصاد التقليدي، وكمثال قال إن العائدات التي تأتي من بيع فيلم الحديقة الجوراسية الأمريكي تساوي ذات العائدات من بيع مليون ونصف مليون من سيارة هيونداي الكورية. لكن التغييرات الكبيرة لا تأتي بسرعة، وأحيانا تحتاج إلى صدمة قوية تسبقها. بين عامي 1997 و 1998 تعرضت دول آسيوية لأزمة اقتصادية عرفت بأزمة النمور الآسيوية. هوت فيها العملات وخسرت البورصات وتراكمت الديون على الدول. كادت الأزمة تتحول إلى أزمة اقتصادية عالمية. كوريا الجنوبية كانت من أكثر الدول تأزما اقتصاديا في ذلك الوقت. تركت الأزمة صورة سيئة عن كوريا الجنوبية لدى العالم والمستثمرين. فقدت الاستثمارات الأجنبية وتراجعت السياحة أمام الشكوك في عودة اقتصاد الدول الآسيوية إلى ما كان عليه. وهنا جاء التغيير في كوريا الجنوبية. قررت الدولة العودة إلى المسرح الاقتصادي العالمي عبر بوابتين، التكنولوجيا والثقافة الشعبية. نعرف جميعاً التقدم الذي حققته كوريا تكنولوجياً. كثيرون منا يستخدمون تقنية أو جهازاً كوري المنشأ، لكن الثقافة الشعبية وتصديرها للعالم كانت ضربة معلم بالنسبة للكوريين وورقة رابحة حتى الآن. في منتصف التسعينيات بدأت المسلسلات والموسيقى الشعبية الكورية بالهجرة خارج حدود كوريا الجنوبية إلى الدول الآسيوية المجاورة. أعمال درامية من قبيل ما هو الحب وأغاني الشتاء عرضت على تلفزيونات رسمية لدول مجاورة كالصين واليابان واكتسبت شهرة واسعة. وكانت هذه الدراما نقطة انطلاق لما يعرف بالهاليو، وهي كلمة تعني الموجة الكورية، لتمتد إلى الموسيقى والعروض الراقصة والطعام والمكياج والأزياء والأدب وحتى اللغة الكورية. طبعا هذه الموجة الكورية التي بدأت باجتياح العالم لم تكن بالصدفة، بل كانت بتخطيط حكومي مدروس. في السنوات التالية ازداد تغول الثقافة الكورية وتعمق لتنتقل إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا والعالم العربي، واستقطبت المنتجات الفنية والثقافية الكورية جماهير واسعة خاصة من الأعمار في سن المراهقة. في وزارة الثقافة الكورية التي تزيد ميزانيتها على 6 مليارات دولار سنوياً يوجد قسم خاص لصناعة الثقافة الشعبية، يشمل ذلك موسيقى البوب الكورية التي تعرف باسم كي بوب، والكتب المصورة والرسوم المتحركة وغيرها من أساليب الترفيه. ترعى الحكومة بشكل مباشر بعض تلك الأعمال عبر صندوق استثماري تبلغ قيمته مليار دولار، وتتكفل الشركات والبنوك الاستثمارية بما تبقى من اكتشاف المواهب وتصديرها. عام 2012 اجتاحت أغنية غانغام ستايل العالم بأسره لتصبح وبسرعة كبيرة الأغنية الأكثر استماعاً في التاريخ على يوتيوب. الآن يوجد أكثر من 4 مليارات مشاهدة على هذه الأغنية. نستطيع القول إن هذه الأغنية غيرت وجهة الغناء الكوري وأظهرت قوته على المستوى الدولي. بيلبورد على سبيل المثال، وهي من أشهر المقاييس العالمية لشعبية الأغاني، غيرت منهجيتها في التصنيف بعد غانغام ستايل، وبدلاً من الاعتماد على المشتريات الغنائية المدفوعة أو المسرحيات الإذاعية فقط، أصبحت تركز أيضاً على المبيعات الرقمية للأغاني ومشاهدات يوتيوب، واحتلت غانغام ستايل المركز الأول لأحد تصنيفات بيلبورد. لنأخذ فرقة BTS على سبيل المثال، هل سمعت عن هذه الفرقة من قبل؟
كانت هذه لحظة فرح لأكثر من 60 ألف متفرج في حفل فرقة بي تي اس عام 2019 في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. لكن قصة هذه الفرقة تعود إلى عام 2010، عندما بحثت شركة كورية عن مرشحين محتملين لفرقة غنائية بواسطة اختبارات عبر الإنترنت أو متابعة الشباب الحاضرين في البرامج الحوارية التلفزيونية وغيرها. اختارت الشركة 80 فتى على الأقل أعمارهم بين 13 و 15 عاماً، وبعد التصفيات وصلوا إلى 7 شبان، وتلقوا برنامجاً استمر 3 سنوات من التدريب في الرقص والغناء والتمثيل والتدريب الإعلامي. كانت تلك التدريبات صعبة وشاقة ومرهقة أيضاً. وهكذا ظهرت فرقة بي تي اس للعلن عام 2013 في كوريا الجنوبية، ثم بدأت التمدد نحو آسيا وأوروبا وأمريكا، وأصبحت الآن من أشهر فرق العالم، وحصدت الجوائز والأرقام القياسية في كل مكان. في مايو عام 2021، عندما أطلقت الفرقة أغنية باتر على يوتيوب، نالت أكثر من 113 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من العرض. هذه المشاهدات والانتشار الواسع يقف خلفهما جمهور واسع ومخلص. وعادة ما تختار فرق الكي بوب من تطلقه على معجبيها ويصبح مثل الهوية لهم، ويطلق على المعجبين ببي تي اس لقب آرمي. بعض الإحصائيات تقول إن أعداد المعجبين المخلصين للثقافة الشعبية الكورية تتجاوز 100 مليون شخص حول العالم، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الأكثر نمواً في عام 2020 في أعداد متابعين هاليو، والعالم العربي يضم عدداً كبيراً من أولئك المعجبين. وفي بعض المراحل يتجاوز الأمر مراحل الإعجاب إلى مرحلة التفاخر والهوس، بل إلى التنمر بين المعجبين بالفرق. بعض المراهقين يتعرف على البعض الآخر بحسب انتمائهم. هل أنت أرمي أم إكسو إل؟ هذا السؤال يعني هل أنت من جيش بي تي اس أم من معجبي فرقة إكسو؟ لكن قد تسأل نفسك، ما مدى أهمية فرقة غنائية لدولة غنية وقوية مثل كوريا الجنوبية؟ الآن تعتبر الفرقة من أهم عوامل جذب السياحة في كوريا الجنوبية، وبالطبع ليست وحدها. في كوريا الجنوبية أكثر من 150 فرقة غنائية، كلها تتشارك العروض المبهرة والحضور الطاغي وتناول مواضيع شبابية واجتماعية والتفاعل مع الجمهور ومهارة استخدام منصات التواصل الاجتماعي. هذه الفرق بعروضها ومتابعيها وهوس الشباب بها جعلت الثقافة الكورية قوة ناعمة عابرة للقارات، وعززت الاقتصاد بطفرة في الشهرة والسياحة. في عام 2018 زادت الصادرات الكورية الناتجة عن موجة الهاليو أو الثقافة الشعبية على 9 مليارات دولار. إضافة إلى ما سبق، فإن كوريا تسعى وبشكل حثيث إلى نشر ثقافتها ولغتها عبر المراكز الثقافية الموزعة حول العالم. فحتى عام 2020 كان يوجد 42 مركزاً ثقافياً كورياً في 32 دولة تركز على نشر الثقافة وتعليم اللغة وفتح الجسور مع الدول. ورغم أن اللغة الكورية كانت أحد أهم عوائق انتشار الهاليو عبر الحدود، فإن كسر حاجز اللغة عبر الدراما والموسيقى والأفلام سهل التبادل الثقافي الحاصل. فالفيلم الكوري الطفيلي أصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، إضافة إلى 3 جوائز أخرى في الأوسكار. وكانت 10 مسلسلات كورية ضمن 100 برنامج تلفزيوني هي الأعلى متابعة على نتفليكس، إضافة إلى لعبة الحبار الذي كسر كل الحواجز الممكنة أمام اللغة والثقافة الكورية عبر أرقام المشاهدة، حتى إن قاموس أوكسفورد أضاف 26 كلمة كورية نتيجة للانتشار الواسع لتلك الكلمات. لكن تصدير الثقافة الكورية بما فيها الكي بوب يعتبر مشكلة لدول قريبة أو بعيدة، أولها الصين، الدولة التي حظرت جميع أشكال التعاون مع الهاليو الكوري عام 2016، بما في ذلك بث الدراما أو العروض أو إقامة الحفلات أو حتى التعاون التجاري مع النجوم، قبل أن تخفف هذا الحظر العام الماضي. فالصين تخشى مزيداً من التمدد الكوري على حسابها، وتقول أيضاً إن الثقافة الكورية تروج للمثلية وتشبه الرجال بالنساء، وهو أمر ترفضه، وبدأت مؤخراً خطوات ضده بالحظر. كما يتضمن الهاليو الكوري مشاهد قاسية أو خادشة قد لا تناسب جماهير أخرى. هل تتابعون أي من الأعمال الكورية؟ أخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة.